بسنت. يا ساتر ان شاء الله خير. لا 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 خير، كله خير. اولا انا مبسوطه جدا انك معايا النهارده، بحبك جدا، بتديني بوزيتيف انرجي. انا شخصيا بما ان انا الحمد لله بفضل الناس بتقول ان انا ممكن اكون برسل لهم طاقه ايجابيه، فان انا اخد من حد طاقه ايجابيه ده موضوع صعب. لا بس دي حقيقه، انا فاكره ان لما دخلت كلمتك كنت خلاص. لا بس انت فعلا بتديني طاقه ايجابيه حلوه جدا جدا، وانا سعيده ان انا هستضيف واحده النهارده زيك بالجيرني بقى برحلتها، علشان اتعرف عليكي اكتر، عشان الناس اللي بيتابعونا واللي انتي مؤثرة جدا في حياتهم يستفيدوا منك اكتر. ماشي تمام، نبدأ بتعريف نفسك. انا عايزة بقى التعريف بالتفصيل بما يفيدني في البرنامج. اسمك؟ يعني سأليني احسن عشان انا فعلا. اسمك؟ بس انت موسى الامير عبد الجليل علي دينار. اسم سينمائي؟ سنك؟ هو كله اسم مركب عامه. سنك؟ 26 سنة. تمام، المهنة؟ دلوقتي content creator. بمعنى؟ بمعنى ان انا كنت دكتورة اسنان بس اي شفت دكتورة اسنان، يعني تعبتي وشقيتي وتغلبتي في الامتحانات ده كده كده، بس ما فيش مشكلة، يعني انا مش بندم على الماضي خالص. مش ندم، بس كان قرار اكيد صعب. وهو خد وقت علشان انا ما كنت، يعني كان جاي في وقت ريسكي قوي، اللي هو انا ما كنتش لسه عندي شغلانة تانية ولا كنت مكفية نفسي وكده، بس انا في نفس الوقت ما ببقاش يعني مش ببقى عارفه اقعد في حته انا مش حباها، او يعني انا مش لاقيه نفسي فيها. طب امتى اكتشفتي انك ما بتحبيش طب الاسنان او الممارسه بتاعته؟ لما جالي اوبشن السوشيال ميديا، حسيت ان انا بادي اكتر، انا حاسه ان انا بطلع بسنت الحقيقيه في المجال ده اكتر، بالذات ان انا اوريدي اصلا انا ما كنتش عايزه اسنان اصلا، يعني انا اصلا اوريدي كنت داخله ومقدمه علم نفس. فانا اوريدي ده مش الميجر اللي انا كنت اوريدي عايزاه، فحسيت ان انا طب انا ممكن ادخل الميجر ده بس عن طريق تاني في وقت تاني حتى لو متاخر، فعادي جالي. بس احنا كده ما بين شخصيتين، شخصيه دخلت طب اسنان وهي مش عايزاها، وشخصيه نضجت او كبرت او بقى عندها خبره اكتر، صح كده، فاختارت انها تعمل كارير شيفت. بالظبط. طب موضوع الكارير شيفت ده بالنسبه لناس كتير صعب جدا ان هم ياخدوا قرار، خصوصا ان انت كنتي يعني على حسب بقى الكالتشر والثقافه. أيوه. الشغله بتاعتك كانت مور برستيجيوس، انت حد مؤثر مع المرضى وبتاع، انك تاخدي قرار الكارير شيفت ده حصل ازاي؟ بصي، هو انا عامه بعتبر نفسي محظوظه شويه ان اللي حواليا كانوا سبورتيف، مش كلهم طبعا او مش كلهم مستوعبين ان انا كنت المفروض هعمل القرار ده، بس الصراحه انا اوريدي كنت واخده القرار ده من جوايا وما قلتوش، يعني انا في شهر بالظبط 11 او 12 2021 من جوايا حسيت ان هو في دافع بيقول لي ابتدي اتحرك، فقلت طب انا هشوف الظروف هتمشيني ازاي، وسبحان الله اصلا اوريدي حصل زي اكسيدنت كده، فقلت خلاص مش حاسه ان انا قادره ان انا اكمل اتليست في المكان ده، لكن في الميجر كله ما كنتش لسه واخده قرار ان انا همشي من الميجر، قلت هدي نفسي فرصه. اكسيدنت في مكان شغل يعني؟ حصل زي كده، بس مش اكسيدنت مع بيشنت، يعني كان حصل يعني زي ماشي. بالظبط. فبعد كده خدت حوالي 4-5 شهور عقبال ما قلت ان انا هلف وارجع. ما كانش ينفع تبقي ماشيه بارل ما بين طب الاسنان وما بين السوشيال ميديا؟ بس انا مش يعني كان الكونتنت بتاعي كنت هضطر ان هو اخليه على الـ اسمه ايه ده، على الاسنان، علشان ده ماركت حلو قوي لنفسي، واوريدي كنت ابتديت الموضوع ده، بس انا ستيل حسيت ان انا لا مش عايزه يعني. طيب نقدر نقول دلوقتي انك ساتسفايد او راضيه عن الشغل اللي انت بتعمليه دلوقتي؟ أوي. لانه الكارير مهم جدا في اللي هنقوله. قوي طيب. عشان يعني حتى كل ما بقعد مع اصحابي اللي لسه بيشتغلوا في المجال هم اصلا بيقولوا لي انت هربتي. حلو جدا. طيب ايه الحاله الاجتماعيه؟ يعني سنجل؟ ما فيش اي تجارب؟ لا لا سابقه؟ ما لا 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 ما فيها. طيب. اعدادي بقى انت عارفه اكيد الحب ده، لكن بعد كده ما فيش. اهم سؤال عندك كام فولوور؟ فين؟ تيك توك 2.4 مليون، انستغرام 780 ان شاء الله، وفيسبوك 600 وحاجه، يوتيوب لسه 40 تقريبا. طيب انا عندي وجهه نظر هنا بقى. انا شايفه انه ممكن يكون السوشيال ميديا اديتك، يعني حصل ريتيرن باك للمجهود وللشغف، فلما اديتك وحسيتي ان انت اثبتتي نفسك وبقى ليكي ناس فعلا بيتاثروا بيكي، ساعتها اخدتي القرار. ده صح كده؟ انا كنت وقتها كنت لسه يعني كنت بكبر على السوشيال ميديا، لكن ما كنتش لسه واخده القرار ده قوي، كنت بالعكس ده انا كنت فرحانه ان انا بكبر على السوشيال ميديا وانا ستيل في مجال اسنان، بس انا حاسه ان برضو ستيل في حاجه ناقصه، الفكره ان انا ما كنتش عارفه امسك ايه اللي بيحصل. يعني انا جوايا كان في مشاعر كتير، بس انا مش عارفه امسك بالظبط اللي بيحصل. قعدت مع المنتور بتاعي واتكلمت معاه، قعدت مع المنتور بتاعي. مين بقى هو؟ اسمه دكتور رؤوف، هو الجاد فاذر بتاعي في مجال اسنان عامه. تمام. هو شخص سبورتيف جدا جدا، يعني فروم داي 1 هو بجد كان بيسبورت،
وقعدت معاه. هو من النوع اللي هو I support you، امشي ورا الجوت فيلينجز بتاعتك. بس انا هو بيقول لي برضو رايه، هو كان رايه ان انا اكمل في الاثنين، بس في الاخر لما حاولت وكملت في الاثنين وقلت له انا مش قادره، انا حاسه ان انا عايزه امشي، هو بجد ما وقفش قدامي لحظه، قال لي بس انا عارف. كان لازم يحسسك بالسبورت او بالامان يعني. أوه. كان لازم يقول لك انطلقي. ما هو عشان كده انا بحب اروح اخد رايه في حاجات كتير، بالذات بعد بابا، هو بجد كان جاد فادر بتاعي. فهو قال لي، هو اليوم اللي انا قلت له عايزه اقعد اتكلم معاك، قلت له بصراحه انا اتليست عايزه اخد بريك. فهو قال لي انا عارف انك مش راجعه تاني، هو قالها لي، هو عارف يعني، هو عشان عارف دماغي، ويعني مرينا باوقات كتير وانا كنت الفيرست اسيستنت بتاعته، فهو عارف انا ممكن اكون متركبه ازاي، فهو عارف ان انا مش راجعه تاني. طيب يعني احنا كده ما بين شخصيتين عكس بعض. احنا كده ما بين باسانت اللي بتحتاج سبورت عشان تاخد ديسيجن جامد في حياتها، وما بين باسانت اللي بتاخد قرار ممكن يكون محوري. يعني هيعمل تغيير 360 درجه، صح كده؟ بس هو الشخصيه دايما اللي بتكسب هي قرارنا، حتى لو اللي كلها حواليا قالوا لي لا. طيب احنا كده بقالنا قد ايه سايبين طب الاسنان؟ حوالي سنه. وخلال السنه دي ما حصلش اي ريجرات، ندم، ما فكرتيش؟ وقتك مشغول بالشغل؟ بس لو انت عايز تشغلي وقت، بمعنى يعني هو السوشيال ميديا فيها يعني هو فيها ان انت اللي تبقي عايزه تخلي نفسك تخرجي بره الكومفورت زون. هي مش هتخرجك بره الكومفورت زون قوي الا لو انت فعلا من جواكي عايزه. بس فلو انت قادره انك تشغلي، يعني انا مثلا بقالي شهر انا اوريدي على السوشيال ميديا، بس انا يعتبر مش بشتغل، واخده بريك، فاهمه؟ فلكن هو الفكره ان انت اللي بتبقي من جواك عايزه تيفولف ازاي، عايزه تيديوكيت يور سيلف ازاي، عايزه تعمل، انت بتبقي كل حاجه بتبقى من نفسك. حتى لو انت لما انا كنت في مجال اسنان كان ممكن افضل في العياده عادي وما فيش مشكله ومشغلش نفسي، بس انا كنت عايزه اخد كورسز، عايزه اشغل نفسي، عايزه اطور من نفسي، فهي كلها قرارات. طيب كان حد حكيم كده قال لي مره من الحكماء انه نفترض جدلا ان السوشيال ميديا قفلت، يعني حصل انه وقفت تماما، السوشيال ميديا كرييترز او كونتنت كرييترز هيعملوا ايه؟ هتبقى ايه شغلتهم؟ هو اللي انا شايفاه دلوقتي عامه ان اي كونتنت كرييتور، بصي هو صعب اللي انت بتقوليه ده، يعني نفترض كل حاجه ورده، بس ده في المالتيفيرس. بس ماشي، فلنفترض، انا برضو فكرت في كده. هي كده كده حتى لو هي ما قفلتش، على فكره السوشيال ميديا مش حاجه اللي هو هي ابس اند داونز، يعني هي مش حاجه ده، لان مثلا في وقت ما كل واحد بياخد الترند بتاعه لفتره، كل واحد بيشاين لفتره وخلاص. صح. يعني فهو مش هينفع تفضلي شايننج على طول، ده اولا. فهو اللي انا شايفاه عامه من الناس بتوع السوشيال ميديا قبل كده، ان بيبتدوا سوشيال ميديا بعد كده هما يا اما بيعملوا بيزنسز فبيبتدوا يماركت لنفسهم، او هما اوريدي بيشتغلوا شغلانه تانية مثلا ريموتلي او كده، او سايد هاسل. لازم كده كده انا بؤمن ان مفيش حاجه لازم تبقى واحده في حياتك، فاهمه؟ يعني حتى هو حضرتك دكتوره بس ستيل برضو على السوشيال ميديا وبتعملي حاجات كتير قوي، لان لو في حاجه وقعت، لان مفيش حاجه هتديك ال 100%. يعني ده من البلان بتاعتك انك تفتحي حاجه كسايد بزنس جنب السوشيال ميديا وتستغلي السوشيال ميديا في ده. بالظبط، دي حاجه طبيعي. بس لسه ما كونتيش مثلا ايه اللي ممكن. ولسه عامه الوقت دلوقتي مش بيساعدني، علشان انا اوريدي مش بستقر في حته تانية بقى. تمام ماشي. هنيجي للنقطه دي. السؤال بقى المهم بالنسبه لي، قبلتي تصوري معايا ليه؟ قبلت اصور معاكي ليه؟ دكتور انا اللي دخلت كلمتك اول، انا اللي اي ابروتشت. يعني برضو ما تعرفيش البودكاست ده هيمشي ازاي، هقول ايه، هسال عن ايه. بس أنا حتى انت ما سالتيش خالص يا باسانت، انا هسالك عن ايه. لا اي تراست يو 100%. لا بجد انا اي تراست يو، حتى لما قلت لي يلا يلا مفيش مشكله، انا حابه اقعد اتكلم معاكي عامه. طيب يلا يا دكتور رقايه نبدا. مالك بقى؟ انا من وجهه نظري كحد متابع ليكي عايزه اسالك مالك. انا هقول لك انا بسالك السؤال ده ليه. يمكن من خبرتي في التعامل مع الناس، انا حاسه ان انت جواكي في شحنه انا مش عارفه اوصف، اذا كانت حزن، اذا كانت غضب، اذا كانت نوع من انواع اللي عايزه اقول ايه، التحفز، كانك متحفزه انه انا هتمرد، او انا محدش يدوس لي على طرف، او انا هبقى ديفنسيف في الوقت اللي مطلوب مني يبقى فيه ديفنسيف، او هعبر عن رايي بدون، يعني مش هقول بدون وضع اعتبار لكالتشر او ثقافه انا كانت عندي حتى او كانت حواليا، مش شرط ثقافه اللي قدامي. بس انا بحسك دايما جواكي حاجه، حتى وانتي بتعملي على فكره الفيديوهات بتاعت الهزار، بحسك شخص يعني في حاجه جواه عايز يطلع. لما تابعت لقيت انه قصتك كده باختصار انك انت بقالك فتره في تروما بعد وفاه والدك الله يرحمه يا رب وينور قبره يا رب. احنا عندنا حاجه في الطب النفسي اسمها بوست تروماتيك ستريس، يعني احنا اما بيعدي علينا موقف جلل، يعني موقف مؤثر جدا،
وساعه الموقف انا ما بستوعبوش او ما بعرفش اعبر عن اللي جوايا بشكل لائق بيفضل جوايا شحنه من الحزن والزعل بتفضل معايا سنين في حته كده ضلمه جوه قلبي وبتاثر على تصرفاتي او على الرياكشنز بتاعتي. يمكن ده حكمي عليكي, وطبعا انت عارفه الناس على السوشيال ميديا لازم يحكموا, يعني كل واحد أكيد يحكم طبعا اكيد من وجهه نظره اكيد. انا هسالك انا بقى سؤال, يعني انت شايفه في اي يعني ايا كان الفيديوهات اللي وصلت لك انا ديفنسيف ولا لا, انت شايفه ان يعني الاسئله اللي بتتسال لي او الكومنتس اللي بتتقال لي دي المفروض تخليني ما بقاش ديفنسيف؟ ممكن واحده تانية تجنور تتجاهل الكومنت دي او التعليقات اللي بتضايقها, ولا انها تبين ان هي ممكن تكون متاثره. يعني احنا عندنا في الطب النفسي في حاجه اسمها كولد شولدر, تمام, انك ولا كانهم بيتكلموا. حلو, على فكره في ناس كتير بتتبع الموضوع ده, بس ات سام بوينت مهما عملتي انت هيومن وعندك مشاعر, فطبيعي لو في يوم انت مثلا يومك وحش الموضوع ده هيأثر فيك, بتمر باي حاجه, حد قال لك كلمه تريجرنج بالنسبه لك ما فيهاش كولد شولدر. يعني لو انت كولد شولدر بره السوشيال ميديا اكيد هتبقي كولد شولدر جوه, بس هو ما فيش حد بيبقى بره السوشيال ميديا او في الطبيعي. لو روحتي عملتي تريجن دوستي على زرار انت مالكيش انك تدوسي عليه هتلاقيه بيتجاهل, لو تجاهلك حاجه هو هيمر بقى بحاجه مع نفسه. فانا بالنسبه لي لما ببقى ديفنسيف ما ببقاش ديفنسيف عشان نفسي على قد ما انا ببقى ديفنسيف علشان العالم كله بيبقى شايف ان بينورمالايز ده, بينورمالايز ان لا يلا دوس على تريجر, يلا قول اللي انت عايزه, يلا اشتم, يلا اعمل كل حاجه, وكان دي بقت رساله بقى بالظبط, يعني ان ما تسكتوش على ده, ده واي بقى لشغلك على السوشيال ميديا انه ما تسمحوش لحد يضايقكم, ما تسمحوش لحد, ولو في حد بيضايق لا يعني في حدود, وقف ان عشان هو من جواه بيبقى طب ما عادي, في ناس ممكن ما تقراش الكومنت, في ناس اللي هو طب ما عادي فيها ايه لما اقول ده انا قاعد ورا شاشه مش عادي. هو ده جزء كبير مني لما بعمل فيديوز ده ما بيبقاش كده. ده ما ينكرش برضو انه اكيد من جواكي انت عندك نوع من انواع الشحنه, في شحنه. ما هو اكيد جايه منين هو... بقى هي دي اللي انا عايز اعرفها, مالك جايه منين؟ انا كويسه الحمد لله. لا ما هو اكيد انا بره ما بقبلش ان حد اصلا يدوس لي على طرف, بالذات ان انا اصلا طول ما انا عايشه كان برضو اهلي هم اللي مثلا بياخدوا لي حقي او لو مش بياخدوا لي حقي, بس ما بقبلش ان حد يدوس لي على طرف ولا يجيب في سيره اهلي ولا يجيب في سيرتي بطريقه مش كويسه. فان انا اصلا اسمح بده لانا, فانت مين او انت مين؟ بس كونك برضو ظهرتي على السوشيال ميديا وبتشاركي الناس حاجات ممكن تكون ما كانوش هيعرفوها عنك غير عن طريق السوشيال ميديا, فده طبيعي يبقى في رياكشن, يعني طبيعي ان في ناس حتى يبقوا متغاظين يبقوا متضايقين. صح, وعلى فكره يعني في اوقات كتير قوي يعني غالبا انت مش هتشوفي غير الفيديوهات اللي هو الاكستريم, يعني مش هطلع على حد مثلا كلمه يعني ممكن تتعدى واديها الكولد شولدر هقوم طالع عامله عليها حوار, بس في حاجات بتبقى اكستريم واكيد انت شفتيها, يعني في كومنتس وفي اسئله بتبقى مش من حق اي حد انه يسالها. فانا عشان كده بقول ان لا مش هنورمالايز ده, ولو اتقالت لحد لا ردوا عادي, يعني ردوا علشان يعني عشان في ناس بتبقى على فكره كونفيوزد قوي ان هل السؤال ده المفروض عادي يتسال لي؟ ما هو زي ما بتشوف على السوشيال ميديا وزي ما بيحصل لها جوه البيت خلاص بتتقبل حاجات المفروض ما تتقبلهاش. طب انا اكتشفت فيكي حاجه دلوقتي تانية, ان انت ممكن تكوني امبالسيف شويه وبتعبري عن اللي جواكي, بس في نفس الوقت انا شايفه انك بتعرفي تنتقي انت بتقولي ايه, ذكيه في الكلام, يعني ذكيه في اللي بتصدريه للناس. صح, ما هو كده انا مش متعصبه, يعني انا ممكن اكون متعصبه جوايا بس هو مش لدرجه ان اخلي الانجر هو اللي يتحكم في مشاعري. انا عادي انا بقول كلمه عاديه بس هي بالنسبه لي هي مزعجه, يعني انا السبجكت مزعج ان انا اشوف ده او يحصل لي ده, بس مش هخلي الانجر هو اللي يتحكم في مشاعري. بس هو ده. ودي برضو حاجة بيلت إن فيكي ولا انتي حاجة لا طبعا اكتسبتيها؟ اكتسبتها. انا على فكرة زمان كان عندي الانجر ايشوز دي رهيبة, انا دايما 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 لما بتعصب بعيط وبقول كلام, فهو لا طبعا ما يعني اكتسبتها. ما يعني في امل اي حد عنده انجر ايشوز او عنده طبعاً مشاكل عدم التحكم في غضب او في مشاعر, ان هو لو بالايه بقى بالخبرة بالتجربة بالثيرابي. بصي انا بالنسبة لي انا كل حاجة ممكن تنفع مع اي حد, بس لو من جواك انتي فعلا عايزة تحسني منها, عشان في ناس كتير قوي تقول لك انا بروح ثيرابي ومش عارف ايه, بس عشان هي من وجهه نظري يا اما هي مش الثيرابيست بتاعها هو ما فيش توافق, او هي مش بتعمل الاساينمنتس اللي عليها, او مش بتواجه الفير بتاعها كده. تمام, هو ده قصدي. بس بقى الثيرابي او اللي عايزه, مش عايزين نقول علاج نفسي, هنقول ان هو السبورت النفسي, يعني ده فادك جدا في تغيير سلوك. طبعا صح كده, يعني اي حد عنده مشاكل سلوكيه ممكن يلجا لمتخصص. مش لازم على فكره مشاكل سلوكيه, في ناس بتروح يعني لما ايام لما كنت بتمرن
في بيبقى زي لايف كوتش او هيلث كوتش علشان يظبط لك المينتاليتي بتاعتك قبل البطوله كده. يعني دي حاجه احنا بنبقى محتاجينها في العموم، مش لازم تبقي عندك حاجه، ممكن تعمليها اديشن ليكي ان انت تظبطي دماغك. في زي كارير كوتش، في فاينانشال كوتش، في حاجات اللي هو انا عايزه اظبط حاجه انا مش فاهمه فيها قوي، فببقى محتاجه السبورت ده عشان دي شغلانه ثانيه. في ناس بيقولوا ان الكلام ده اي كلام ونصب وكده، احنا لسه في التابو ده ما خلصت عامه. طيب يعني نقدر نقول انه ده اللي خلاكي شجعك اكتر من انك كنت عايزه تدرسي سايكولوجي قبل ما تخشي طب الاسنان، انك انت دلوقتي حاسه انه اثر فعلا فيكي وخلاكي احسن، حصل امبروفمنت او تحسن في حياتك عموما باللجوء للسايكولوجيست، فده اللي خلاكي وشجعك بقى انك ممكن تكوني بتفكري تاخدي حاجه كده دلوقتي. هو انا دلوقتي ما ده يعني حاجه خلتني اللي هو يعني حابه المجال اكتر، بالذات ان انا بقرا فيه كتب كتير، فانا حابه قوي المجال ده، بس مش هدرسه اللي هو يعني هدخل الجامعه وكده. اللي هو كان لايف كوتشنج عادي بقى، لان انا اصلا اللي انا معاها لايف كوتش مش تمام مش دكتور. اول ما بتسمعي كلمه دايت بتحسي الاحساس فراخ مشويه وسلطه؟ بجد بجد انا مش بجد انا مش بهزر، هي فعلا الدايت بالنسبه لي ايكوال فراخ مشويه وسلطه. مفيش مره رحت عند دكتور وما قاليش كده، واهلي طبعا كانوا مقتنعين بكده. دي الفضيحه بجد والله العظيم، فراخ مشويه وسلطه. وعشان كده انا طالعه كارهه السلطه بطريقه، ودكتوره كاي عارفه كويس جدا اللي ما بتقول لي سلطه وبتاع انا بجد سرتها. ريسنتلي ابتديت ابقى، وعلى فكره كان عندي باد ريليشن شيب مع الاكل تماما تماما، فريسنتلي ابتديت ان انا احسن الموضوع، واللي هو السلطه مش بعبع، بس يعني هحاول ان انا اخليه على الاقل فليفرد، اشوف الدنيا. بقيت اعمل فولو الناس اللي هم اللي بيعملوا هيلثي فود بقى والحاجات دي، فبقيت اتابعهم قوي. هو اصلا يعني ايه دايت؟ انت اللي تقولي، انا ده سؤال ليكي. لا من يعني مش انت فولوينج ناس اوريدي بيعملوا هيلثي فود واكيد بس بيتكلموا عن النيوتريشن؟ لا مش بيتكلموا عن النيوتريشن، يعني مثلا في واحده اسمها مالكس فود جيرني، هي معروفه بيوم في الاسبوع اللي هو يوم الاحد اسمه سالاد ساندي، بجد بتخترع سلطه اوت اوف نو وير، فدي حاجه حلوه بالنسبه لي. هي على فكره بقيه الريسيبيز مش لازم تبقى هيلثي خالص، بس هو يعني ان انا عايزه في حاجه ناقصه عندي عايزه ادت او عايزه احبها، فهو السلطه بالنسبه لي انا بجد بجد. طب يعني ايه هيلثي فود؟ انت قلتي هيلثي فود مرتين، كلمه هيلثي فود اكل صحي يعني ايه بالنسبه لبسانتي دينا؟ هو علشان انا واحده حاجه مش جونك فود، حاجه ما تتاكلش بره. ده الهيلثي فود يعني بالنسبه حتى لو بالنسبه لك حاجه بتتعمل جوه البيت بالنسبه، لا ممكن بره البيت بس مش بالطريقه اللي بتتعمل في زي بقى ماكدونالدز بقى وكنتاكي والحاجات دي، يعني اكيد كلنا عارفين ده جونك فود. يعني الكواليتي مكون الاكل هو اللي فارق اذا كان هيلثي ولا لا؟ اكيد طبعا. والكميه على حسب. لا مش هريحك. على حسب. الكمية، هل الهيلثي فود لو أكلنا منه كميات كبيرة هيتحول لأنهيلثي؟ الله أعلم. أسد أنت إيه ده بتسأليني أنا؟ أيوة معلومات عامة مش هفهم أنت وصلتي لإيه. طب أنا هقولك، أنا بسألك ليه؟ صدقيني أنا مش educated خالص في الموضوع ده، عشان كده عمري ما طلعت أتكلم عنه. ما احنا هنتكلم بقى هنا ليه مش educated؟ علشان أنا طول عمري فعلا ما كنتش educated بالمواضيع دي. ما هو دي الحاجة اللي تغيظ. أيوة. هقولك تغيظني أنا ليه. أنت دلوقتي عندك history of dieting، يعني أنت قعدتي سنين بتحاولي تخسي. أول مرة جاء في بالك إنك محتاجة تخسي أو حد نبهك كان عندك كم سنة؟ من صغر كام يعني بدون مبالغه انا مش فاكره، لان انا بقول لك من صغري قوي يعني انا حلوة قوي. محدش قال لي اعملي دايت او خسي، بس هقول لك هي بتيجي ازاي. هي فايب اللي هو انا مثلا رياضيه، فطبيعي انا مش هينفع العب اللعبه اللي انا بلعبها كده بالوزن الفلاني. بتلعبي ايه حاجه؟ انا كنت لعبت كل حاجه، بس مينلي ركزت على سلاح الشيش اللي هو بقى عايز. أيوة. حد بالزبط. بقى سليم كده مش لازم سليم، بس اتليست فيتنس وايز يكون كويس لياقه. انا ما كنتش سليم على فكره خالص طول يعني، ولا يعني تقريبا اكتر وزن قليل وصلته في حياتي انا فاكراه كان 72 كيلو. تمام. وانا يعني ده بالنسبه لي ده اقل وزن وصلت له. فمش لازم ابقى سليم، وانا كنت كويسه وشاطره في الرياضه، بس انا كنت قويه، كان عظمي تقيل وكنت قويه، فانا كنت بستغل الوقت ده. تمام. ان انا كان ممكن اكون فيتنس وايز مش كويسه، بس انا كنت ايدي ناشفه، فهي دي الفكره، ده اللي خلاني اكمل. بس فيتنس وايز لا لازم يكون عندي. يعني انت اول مره انتبهتي انك محتاجه تظبطي وزن وانت بتلعبي رياضه؟ من الرياضه. لكن مفيش حد في العيله ركز على الموضوع يا بسنت خسي؟ لا لا في حد جوه العيله الصغننه. من وانا صغيره عندي الايموشنال ايتينج ده اساسي. بس ده نتيجه قبل الايموشنال ايتينج، كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيتعلق يتقال لك ايه؟ قال لي اكلك يا بسنت، محتاجه تخسي يا بسنت. لا هو كان هو ما كانش فيه كونفرسيشن، بس كان بيتمنع عننا حاجات. اوكي. فببقى فاهمه ان الحاجات دي المفروض ما كلهاش ليكوا كلكم. انت عندك انا واختي. انتوا اختين.
انا واحده وهي واحده بس. يعني انتوا اختين. الاختين كان بيتمنع عنهم حاجات معينه كنا... ما تخشش البيت وحتى بس كنا بنجيبها البيت. ايوه طبعا. ما هتجيبوها طبعا بس توصلوا سن معين. بس ما كانش في واحده مثلا يتمنع عنها والتانية لا. لا طب الكونسبت او المبدا كان ايه؟ احنا مش عايزينكم تزيدوا في الوزن ولا بالزبط. عشان صحتكم. بالظبط. لا لا تزيدوا في الوزن يعني. لا. كان الموضوع هم مركزين في موضوع من وجهه نظر الاهل. وزمان زمان طبعا بالذات ان هو الجسم الرفيع هو انت كده. بصي كان معايير الجمال موجوده تمام، فانت عشان لازم تبقي رفيعه لازم تبقي مش عارف ايه عشان تبقي احلى. بس فده كان الكونسبت او المبدا اللي انتم متغذين بيه. والكباتن عندي برضو في التمرين على فكره بيعلق. طبعا. فالموضوع بالنسبه لك قلب ايموشنال ايتنج ازاي بقى؟ يعني عشان بس نعرف الناس يعني ايموشنال ايتنج يعني اكل عاطفي. ما هو بتاكل عشان تهدي. انا عايزه اقول لك ان انا ابتديت مثلا من سنه او حاجه ابتديت لما طبعا تابعت مع ثيرابيست ابتدينا نشوف انا امتى اصلا باكل ولا لا. يعني يعني مثلا لو مبسوطه ممكن ما اكلش عادي، بس ولو زعلانه قوي برضو ممكن ما اكلش عادي، بس ممكن اكل لما وانا متعصبه وانا عندي انكزايتي في مشاعر معينه اللي باكل فيها، لكن مش كل الاوقات. بس ساعات ما اعرفش ليه بقى، عشان انت جايه لشخص صغير ساعات عشان انت جايه لشخص صغير فانت بتمنعي عنه حاجه من غير ما تديله سبب، او بتمنعيها باسلوب يعني مش هيفهمه. واحنا اي حد صغير البيرنتس عنده بيبقوا ستريكت، بيبقى الشخص سنيك هيضطر ان هو يجيب الحاجه من ورا. يبقى الموضوع بدا ومن وانت طفله. لما اتمنعتي حصل حرمان من اكل معين، وجهه النظر كانت احنا مش عايزينك تزيدي في الوزن لانه صحتك ومعايير الجمال انك لازم تبقي محافظه على وزنك عشان الرياضه. يعني هم عندهم مبرراتهم، لكن انت ما كنتيش ساعتها مقتنع او كنت حاسه انك في سنك الصغير ده. وكان برضو ساعات الطريقه ما بتبقاش اللي هو يعني انا مثلا كنت باخد درس مع كابتن من الكباتن، وعلى فكره ما كنتش تخينه وقتها علشان تخينه، انا كنت علشان خدت كورتيزون وما كنتش عارفه ان انا خدت كورتيزون. فهم انا كنت اتشخصت غلط مره والدكتور ضحك عليا واداني ثلاث حقن مركز ست حقن مركزين في كتفي ورقبتي كورتيزون، وفجاه اتنفخت وما اعرفش ليه. فلما روحت اما بطلهم فجاه فحصل لي مشكله في الغدد وكده. فلما اصلا روحت وهم فجاه النهارده انت كويسه بكره جايه لنا قد كده، فاصلا الناس كتير كانت فاكراه مرض معدي ولا حاجه يعني. ما كنتش وقت قادره وقتها اخد نفسي قوي. فوانا بتمرن معاه عشان في سلاح الشيش اكيد حضرتك مدركه في بناخد زي برايفت ليسن مع الكابتن، فكان انا مش قادره اخد نفسي علشان انا واحده عندي مرض انا لسه ما اعرفوش اصلا. كان يقعد يقول لي لا، كان بيقعد يقول لي يا تخينه يلا انت لا من غير تقلتي، كان بيقول لي انت تخينه خفي شويه يلا هنعيد تاني علشان انت تخينه. عقاب بقى، بس بتستقبليه على انه عقاب. فاللي هو كرهت نفسي بقى، اللي هو مع ان انا ماليش ذنب. فهي دي الفكره، ان انت ما بتبقاش واعي قوي، فانت اللي قدامك ده ما بيبقاش ليه ذنب باللي حصل له. فهي بتمر بقى بفترات مش لذيذة. بس فهو ده كان لا، التعليق كان من كله عادي. وساعتها ما كنتيش ديفنس؟ لا، كنت بتعبيرك او رياكشنك انك انت بتروحي تاكلي اللي انت عايزاه عشان تهدي نفسك، نوع من اول عند على فكرة برضو ستيل. أيوة صح كده. طيب رحلتك في الويت لوس بقى، انت بتقولي انا من وانا صغيرة بحاول اخس. نجحتي قبل كده انك تخسي؟ يعني نزلتي مثلا عدد كيلوات؟ بس كان غلط خالص، ودي طلعت قلتها قبل كده. كنت عملت دايت اسمه بيونسيز دايت. كنت خسيت 14 كيلو في 14 يوم. ده معتمد على ايه؟ لا شيء. ليكويد؟ لا كان في اكل بس نو كارب، زيرو كارب. بس هي وجبه واحده. يعني مثلا اللي هو الصبح يبقى خس وبيض مسلوق، خس وبضايه مسلوق ومش كتير، بعد كده كام حبه لوز، وبعد كده فراخ مشويه وسلطه بس، وتشربي بقى ميه بليمون بقى اليوم كله بتاع. خسيتي قد ايه؟ 14 كيلو. طب بس ده رقم كبير، بيغمى يعني عليا بعدها. بس المفروض انك تفرحي بيهم، تبقي سعيده في نهايه الرحله بقى وانا خسيت 14 حلو. كيلو. بس ما هي نهايه الرحله ايه؟ ما هو دي مش هينفع يكون ليها نهايه. ايوه بمعنى لان سمعي الناس. ايوه ما هو دي ما هو نهايتي ان انا جالي انيميا وكنت بيغمى عليا لما بقوم خلاص ما فيش اي حاجه في جسمي على فكره. يعني برضو ما كنتش باكل فاكهه، ما هو الدايت ما فيهوش كده، وكنت بخس كيلو في اليوم وتشيز معدل قوي قوي يعني. كيلو في اليوم؟ كيلو في اليوم. هم هي كانت بتعمله، هم سموه باسمها. سموه باسمها علشان هي بتعمله بس كام يوم قبل ما تطلع الستيج عشان تظبط لو في فستان او كده. بس اتعمل عليه ترند، طب يلا نعمله. كنت كام سنه ساعتها؟ كنت في تانية جامعه. طيب ال 14 كيلو دول رجعوا في قد ايه بقى؟ انت بعد اسبوعين بطلتي الدايت ولا حاجه؟
رجعتي تاكلي عادي ولا اكلتي بنهم؟ لا مش نهم بس لا مش لا ما اظنش ان انا اكلت بنهم بس رجعت اكل المعدل الطبيعي وتشيز يعتبر بالنسبه لشخص ما كانش بياكل خالص ده نهم اساسا. بالظبط رجعتي في قد ايه يعني في وقت قصير؟ طبعا لان رجعت اكل عادي. حسيتي بايه ساعتها؟ يعني مجهود بقى 14 كيلو راحوا بعد ما خسيتهم في اسبوعين. كان ايه احساسك؟ هو انا ما رجعتش، هو انا رجعت ودبلرت عليهم. أوكي. يعني انا ما رجعتهمش، انا انت بترجعي تاني من قبل الاول بكثير. يعني ال 14 بقوا كام؟ 20 مثلا؟ بص انا مش فاكره بالظبط انا وصلت اكتر كمان. انا كنت بالظبط وصلت ل 78 وفي اعلى وزن وصلت له في حياتي كانت 112 كيلو. يعني احنا بعد التجربه بتاعه بيونسي دايت اللي انا موتت نفسي وحرمت نفسي خسيت 14 كيلو بعدها تخنتهم بسرعه جدا وعليهم كمان وحسيت كمان ان انا احباط رهيب. ما هو بعد رجعت اكل كل حاجه الجونك فود واللي مش جونك، رجعت اكل كل حاجه عادي. طيب لان حسيت ان ده مش الطبيعي. وبعدين اهلي لما شافوني عماله هارش قوي على نفسي وعمال بيغمى عليا وكل حاجه ما فيش اي الكترولايتس في جسمي كويسه، طب لا في ايه يعني عادي كل بقى. طيب وزنك الحالي كده؟ I think 100 و 100 و بالسهوله دي هتقولي كده؟ لا مش هتكسف ليه انا. طيب مش من 6 شهور كان من 6 شهور كان 90 من سنة. بصي من انا بصي هقول لك حاجه، انا في 2000 وكام في الكورونا كنت وصلت ل 80 ده قصده يعني كنت مظبطه وعامله دايت كل حاجه. طيب وما كملناش ليه؟ انا وصلت ل 80 كيلو ما كملتش ليه على لا مش عامله دايت. امال هو انا قلت لك ان انا مش هبقى كومفورتبل بس عادي ما عنديش مشكله. لا لا يعني لا الوقت لا. ده كان كنت مقلله الاكل؟ لا الوقت ده انا كنت في 2019 عملت عمليه التكميم. اتس اوكي عادي. يعني okay. النتيجه انك انت ساعتها قللتي الاكل غصبا عني من العمليه. يعني كميه الكالوريز او السعرات الحراريه اللي دخلت جسمك بعد وات ايفر اللي عملتيه؟ لا انا عايز اقول لك ما ظبطتش اكل، انا كنت باكل عادي بس هو انت قطعتي بطني فانت كده كده غصبا عنك الـ 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 الاكل اللي بتاكليه قليل. انا ما كنتش هجيب سيرتها على فكره ما عنديش مشكله ام كومفورتبل دلوقتي. طيب يعني احنا من 2018 عملنا 19 بقى لنا 4 سنين واي واز فورست ان انا اعملها. يعني نفسيا ولا قرار؟ لا هو يعني انا كان في حد ما من العيله عملها فكانوا اهلي ايه ده طب ما في ريزلت يلا اعمليها يلا اعمليها. انا ما كنتش عايزه اعملها كنت رافضاها جدا. يلا اعمليها يلا اعمليها يلا اعمليها. يبقى نفسيا ضغطوا بسيف الحياه يعني نجح غيرك فيلا نجحي انت وخلصي نفسك. ونجحت على فكره بس رجعت ثاني. انت شايفه بقى ده نجاح؟ إن سواء في المره الاولانيه نزلت فيها 14 كيلو المره الثانيه وصلتي ل 80 ده نجاح. لو انا بالنسبه لي كنت انا ما كنتش عارفه ان انا واحده عندي ايموشنال ايتينج وان انا المفروض مثلا اظبط حاجات ولا لا وان انا ما كنتش كارهه الاكل في العموم وعندي باد ريليشن شيب مع الاكل اي ثينك ان انا كنت هنجح حلو قوي. لان في ناس كتير نجحوا على فكره وفي ناس كتير فشلوا. طب انت متخيله ان اي حد بيعاني من زياده الوزن سنين عمره كلها ما عندوش مشاكل جانبيه؟ ما هو لو ما عند لو هو ما عندوش كان نجح من زمان ان هو يتخلص من مشكله الوزن صح. فهي المشكله في التقييم اللي بيحصل قبل بالزبط. العمليه او بالزبط. قبل حتى ما تعملي اي دايت مع اي دكتور على فكره. أيوة انه تقييمك انت كشخص هل انت تقدري تعملي ايه وما تعمليش ايه. انت عارفه العمليه دي المفروض تتقيمي من قبل دكتور نفسي وعصبيه عشان يقيم اذا كنت هتنجحي فيها بعدها ولا لا. تمام ما انا تفهمت ده بعدين. تمام انت عملتيها وصلتي ل 80 دلوقتي بتقولي في خلال بقى الثلاث سنين نزلتي ل 80 وبعد كده طلعتي ل 100 كيلو. طب السبب في انك طلعتي هل الايتنج بيهيفير او الطريقه بتاعه الاكل بتاعتك بعد العمليه اتغيرت؟ يعني غششت ملتي اكتر مثلا للحلويات للنشويات المعجنات؟ بقيت فجاه احب الصودا قوي ده اولا ان فيها سكر. انا اوريدي انا اوريدي سويت توث فانا اوريدي موضوع الحلويات دي من زمان فمش ملهاش علاقه بالتكميم. ملهاش علاقه بالعمليه. يعني باكل عادي وباكل جونك فود اكتر بكتير باكل الحاجات لا مش بكميات بس الحاجات الاسهل بالنسبه لي ايه اللي هي النشويات الباستا يعني الفراخ واللحمه بالنسبه لي كانوا تقال قوي. اللحمه لحد دلوقتي اصلا تقيله على قلبي فباكل الحاجات الاسهل بالنسبه لي. وبعدين دايما النقنقه كل شويه بجوع لان كل ساعه ولا ساعتين لازم اكل فكل شويه بجوع فالنقنقه الاسهل بالنسبه لي ايه اي حاجه ان هيلثي بقى شيبسي مش عارف ايه شوكليت كده بقى. لسه لحد دلوقتي بتراقبي وزنك اما تبقي عارفه ان انا دلوقتي اراوند كذا لا ما بتطلعيش على الميزان؟ لا لا لا. الميزان بيمثل لك ايه يعني؟ ميزان بيبقى دايما مرتبط مع الحالات على فكره بانه كومفورت زون بتاعهم وكارثه بان انا ما هو لا الميزان بالنسبه لي هيمثل لي ان انا هيرجعني لورا اللي هو انت لو تخنتي مش هتبقي جميل وانا مش عايزه احط الميزان هو هيكنترول الايموشنز بتاعتي
وانا اصلا at some point كنت خسيت وعلى الميزان مش خاسة، بس انا المقاسات ظابطة وبجيب سايزز اقل وكده. في نفس الوقت ان انا اصلا انا عايز اقولك ان حتى لما خسيت وقت التكميم انا ستيل ما كانش فيه ريليشن شيب كويسة مع نفسي، يعني سيلف لوف ما كانش موجود. بس فكنت حسيت ان هو موضوع ان انا يعني مع يعني وانا بكبر كل سنة مع سنة ابتديت اكتشف ان هو ان انا احب نفسي حاجه وان انا اخس حاجه. ايوه يعني الموضوع ما ارتبطش برقم الميزان. لا برغم انك ما شاء الله وصلتي لرقم محترم يعني، بس ستيل ما كنتش يعني ستيل برضو ما كنتش في اي علاقه كويسه مع نفسي. تسمعي عن الكرونيك دايتينج سيندروم؟ اسم طعمك كرونيك يعني مزمن، دايتينج يعني دايت، سيندروم يعني متلازمه الدايت المزمن، وانك تقعدي سنتين او اكتر من عمرك بتعملي دايت سيكينج فور او هدفك انك توصلي لوزن معين او شكل معين، املا في انك لما توصلي لهم تحسي بالاحساس اللي انت قلتي ما حسيتيهوش، ان انا عايزه ابقى مبسوطه من نفسي او عايزه ابقى حاسه ان انا مبسوطه، ده انت ما وصلتيلوش. هو ده الكرونيك دايتينج سيندروم، بفضل الف في الدايره بتاعه الدايت او تغيير الوزن باي سبيل او اي طريقه عشان اوصل لاحساس الرضا ومش بوصل له، عشان زي ما انت بقى استنتجتي الموضوع ملوش علاقه بوزن، صح كده؟ الموضوع له علاقه بايه بقى؟ بس انت عند بسنت دي نار، له علاقه بايه من جوه؟ السلف لوف حاجه، والوزن حاجه، الكونفيدنس حاجه، والثقه بالنفس حاجه، والوزن حاجه تانية. يعني مش هينفع ان انا اربط مفيش مشكله لو انا اهتميت بنفسي بالشكل من بره، وان انا ان الاتراكتيفنس ده حاجه مش هنتناقش فيها. يعني الشخص من بره لما احنا حتى في الامتحانات الشفوي انك تبقي مهندمه عليها درجات، فانت اصلا شكلك كان عليه درجات، فما عنديش مشكله في ده، واكيد لازم اي شخص يهتم بنفسه من بره، بس مش ده اللي لو عملتيه من بره من جوه انت هتبقي تمام. يعني ملهاش دي نصيحتك لاي بنت او يعني اي ست بتحاول توصل لوزن معين عشان ترضى؟ ما هو اصلا انت بتتقال كده خسي عشان تبقي جميله. يعني ما هو من صغرنا واحنا ما حدش فهمنا ان حته الصحه دي ما كانتش بتتقال، عشان كده دلوقتي بقى طلع حته اللي هو ايه اللايف ستايل، يلا نعمل هيلثي لايف ستايل، يلا مش عارف ايه. فهي دي الفكره، ان احنا دلوقتي ابتدينا نستوعب متاخر ان هو ان هخس علشان انا فعلا صحتي، بس بدانا نستوعب الحمد لله. اي الحمد لله. وعلى فكره الوعي بقى دلوقتي يعني حلوه قوي، حلوه قوي، في ناس كتير قوي، سواء كنتوا انتوا كنيوتريشنست او في ناس كتير قوي بلوجرز بيعدوا بحاجات، زي مثلا هدير حميد اللي عدت باضطرابات اكل كتير قوي ودلوقتي بتتعافى، فهي مشاركتها دي اصلا بتطمن اللي حواليها ان في يعني في حاجات كده في العالم وفي امل وفي الحاجات دي، فاهمه؟ والا بقى نكره نفسنا واحنا حوامل، نكره نفسنا لما لا قدر الله يحصل بالزبط. زي ما قلتي خدتي كورتيزون غصب عنك وزدتي، الموضوع ملوش علاقه بشكل او بوزن، صح كده؟ ده استنتاج البوينت دي. طيب ايه اللي بعده؟ تفتكري انت ليه هدف لبعض الناس على السوشيال ميديا ان هم يضايقوكي؟ يعني انت بتقولي انك بتلاقي حاجات بتريجر او بتخليكي لا مستاء او مش عاجبك الهجوم او مش عاجبك الطريقه دي في التعليق، ليه باسنت ممكن تكون هدف لبعض الناس ان هم يداووا؟ بصي انا عملت كده مره زي ثيري مع نفسي، قعدت كده قلت انا حاسه ان انا فاضيه، فانا هدخل كده اشوف هم ليه بيعملوا كده او ايه الدافع يعني. واتكلمت على فكره مع بعض من البوليرز، يعني لما كانوا بيعملوا يحطوا بكومنت كنت بدخل ابعت لهم مسجات وبتكلم معاهم عادي جدا بطريقه عادي جدا، اللي هو انا هو برايفت بقى عايز بقى تبهدلني بهدلني، بس انا بس حابه اعرف ليه يعني. بس بجد بدون مبالغه 70 او 80% منهم فور اتنشن، يعني احنا عايزين كده علشان انت تشوفي ان احنا موجودين، وتشيز على فكره حاجه بتخليني اشفق عليه مش هتضايق منه، اللي هو انا عايز اتنشن منك، اللي هو ايه ده، دي لحظه ان انا موجود عايش في الحياه. مش معنى منك انت بقى، هو مش مهم مني. لا 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 ممكن يكون بيعمل كده مع كل السوشيال ميديا بلاتفورمز عادي، مش لازم انا، بس ان جنرال انا عايز اتنشن من حد، فانا هدخل اقعد اضايق ونخرب، ده 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 نوع من انواع الاتنشنز. فده معناه ان ده شخص يعني غالبا في حياته بيمر بحاجه بجد، يعني ده التحليل بتاعي. في ناس ما عندهاش تفسير، هو ده مرض، انا شخص مؤذي يعني ده 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 كده يعني. وفي ناس والله ما بتبقاش كده وبتبقى شايفاها روشنة، ولما بتدخل تتكلم معاهم او ليه عملت كده او ده ما يصحش او والله بيعتذروا. طب فهي كويس. بتتقسم ثلاث حالات، بس النوادر هم اللي بيكونوا كويسين، لكن في جزء كبير بيكون عيال صغيرة ما ترباش صح، فبيبقى عايز كده يعمل اتنشن، وفي ناس بتبقى شايفاها روشنة، وفي ناس يبقى الملخص ان العيب في الشخص اللي بيبولي او بيعلق تعليق. يعني المشكله في ان هو شايف ما شاء الله ان ممكن تكوني انت فتره قصيره زي ما انت قلتي بقيتي ترند، يعني فتره قصيره فعلا انت كنتي
لان انا متابعاكي من الاول خالص خصوصا على الانستجرام ما شاء الله. لا يعني البومينج يعني على الانستجرام, فانتي ملفته تطلعي لي كتير أكيد. بشوفك ناجحه, طب اشمعنى انتي نجحتي وانا قاعد مش ناجح, فاغلس عليكي بقى. ممكن أكيد. ده سبب. طيب شفت لك فيديو رائع شورت كده على اليوتيوب, معرفش نزلتيه في حته تانية ولا, بس لقيته قدامي وانتي ماسكه واحده بعتالك اعلان عن دكتور تكميم وبتطلب منك انك تعملي تكميم. انا يعني زي ما بتقول كده اتكيفت جدا من الفيديو ده. احكي لنا بقى الواقعه دي وليه اوريدي رديتي عليها او يعني كنت عايزه توصلي علشان البيت. بصي انا مش عامله تكميم بس انا عمري ما طلعت اتكلمت عنه, ولا اي دونت ثينك ان انا عمري هطلع اتكلم ان جنرال عنه ولا هنصح بيه. ليه؟ علشان لا مش هنصح بيه, لان هو انا بقول لك مع ان انا عاملاه, بس انا بقول ان مش كل الحالات بتنجح, وانا لما عملته عشان اي واز فورست ان انا اعمله, يعني انا ما عملتوش عشان انا عايز اعمله. فده كان تريجر بالنسبه لي, انت ليه قررتي ان انت ما تعرفنيش وما تعرفيش عني حاجه, قررت ان انت تدخلي تعلقي على وزني؟ لا, وكمان هي المسج محطوطه قدام العالم كله ان هو تعالي اعمل لك عمليه ولا اتنين, اللي هو انت شكلك فيكي حاجه, تعالي بقى نظبطك. ده دي قله ادب. ازاي تتدخلي بالشكل ده عشان ماركتينج؟ انت عارفه ان انا ما يعني دي حاجه, والناس اللي هي بتنورمالايز حاجه زي دي بتقولي عادي فيها ايه, واحده داخله بتقولك ان انت تعملي لها شغل وماركتينج حاجه تانية. ليه بقى؟ لان هم قارنوا مقارنه بالنسبه لي مش مقنعه خالص. طب ما انتوا كبلوجرز بيتعرض عليكم منتجات, طب ما انتوا كبلوجرز في مثلا زي عيادات الفيشلز او عيادات الاسنان او كده بيدخلوا يقولوا لكم طب ما تيجوا نعمل بروسيجر وتعملوا ماركتينج. ده حاجه وده حاجه تانية. لو مع عياده فيشل تدخل تقول لي تعالي مثلا اعملي فيشر فيشلز ولا اعمل لك ديب كلينزنج ولا اي حاجه, ده روتين اصلا اي بنت بتعمله, مش محتاجه ان هي مش حكم عليا مش حاجه اللي هو انت شكلك وحش تعالي اعمل لك حاجه فيكي, تمام؟ ومش حاجه انا مش بتدخل في, لا عادي تعالي مثلا جربي بروسيجر, انت كده كده بتعمليه كل كام شهر في السنه, كل نفس الموضوع كده كده من غير اي حاجه, من قبل اصلا ما يتعرض عليا واروح عيادات انا اعمل فيشلز, انا اوريدي كنت بعمله من قبل السوشيال ميديا. نفس الموضوع في عيادات الاسنان, التنظيف والتبييض والحاجات دي بروسيجرز بتتعمل من شهرين لاربع شهور لاي بني ادم لازم كده كده بيروح يعملها. فانا ان انا اروح اعملها زي كاني بشتري برودكت, ان انا بشتري برودكت وان انا اعلنه خلاص انا في ديل بيني وبينك, كده كده انا اوريدي عندي برودكت, وكده كده البرودكت ده انا ممكن اكون اصلا بستعمله. لكن ما تجيش تقول لي تعالي ادب فيكي مشرط حكم عليكي. هو حكم عليكي والمشرط ده بريسكس, انت محتاجه تخسي, هو حكم عليكي خلي بالك, انت محتاجه تعالي هساعدك. طب انا ما انا عمري ما طلعت قلت ان انا متضايقه من شكلي ولا من وزني, والفكره ان هي انا طلعت عليها لان هي ما كانتش اول واحده. بس انا كنت بنفض وبدي كل شولدر اللي انت بتقولي عليه, بس بعد كده حسيت ان لا, هو ده الطبيعي ولا ايه؟ وبعدين بيجوا المفروض لدكاتره المفروض اساميهم ما شاء الله كبيره. يعني انا مره حد كلمني لدكتور كبير جدا معروف قوي على السوشيال ميديا, وكانت اللي هو في نيجوشيشن بقى, تعالي اقنعك, طب تعالي مش عارفه الجهاز اعمل لك ايه عشان انزل لك كرشك كده. كرشك ايه؟ فدي بالنسبه لي كانت قله ادب الصراحه. فعشان كده هي كمان انا بشوفها لا مهنيه, يعني لا طبعا مش المفروض الطبيب يعمل كده. تبعتوا ماركتيرز يعملوا كده في الناس لمجرد عشان شويه ماركتينج. المفروض ان دي حاجه طبيه انا بساعدك بيها لما توصلي المرحله ولما انت تبقي عايزه, لا واصله المرحله انك ده زياده الوزن مهدده حياتك, يعني انت خلاص الامراض اللي عندك واصله المرحله انك لازم تخسي, وعملتي كل حاجه ممكن تتعمل مع متخصص في التغذيه وما خستيش, فساعتها بيبقى عندنا في السلم بتاع العلاجي ده علاجي ان انا لازم اتدخل, يا اما بفارماكوثيرابي اللي هو الادويه, يا اما بعدها بعمليات البارياتريك لناس معينه بطريقه معينه. وطبعا طبعا نفسيا لازم تبقي مؤهله. بالظبط, لازم يكون 100%. والا ما كانش بعد عمليه التكميم انت عملتيها, وانا والله ما كنت ناويه اتكلم في الموضوع, بس بالك فتحتيه هستغله. ما كانتش انا حكمي عليها يعني انه مش بسنت, بس كتير من الناس اللي بيعملوا تكميم العمليه بالنسبه لهم بتفشل. ومش الفشل على فكره ان انا ارجع لوزني القديم, لا, الفشل ان انا بعد ما خلاص وصلت لوزن معين بعد التكميم ان انا ابدا ارد في الوزن ده. بنسميه ريكارنس او ريسيديفيزم, ان انا ابدا ارجع في الوزن ده. بالنسبه للمريض اللي عمل تكميم حاجه محبطه, يعني ممكن تدخله في ديبريشن, ممكن تدخله في اكتئاب وتوتر وقلق مزمن. يعني ان انا يا لهوي, انت مش بتضيع مجهود اصلا, عملت كل ده, انت بتضيع مجهود وفلوس وريكفري وحاجه تانية. حياتك اتغيرت, اتبدلت خلاص. انت ما بقيتيش الشكل الاكل او طريقه الاكل كنت بتاكلي بيها زمان, انتهت خلاص. فالموضوع محبط جدا, وللاسف 76% من الناس اللي بتعمل تكميم على اخر احصائيات
بتبدأ ترد في الوزن، ممكن ما يكونش رد كامل للوزن السابق ولكن بيردوا عشان اللايف ستايل مش لايف ستايل وتأهيل. ده الايزيست واي ده هنا احنا عندنا بس هو لازم، انا بالنسبه لي لازم بصي تو بي اونست، الدكتور اللي انا فيه دكاتره معينه تو بي فيري اونست على فكره كانوا يعني بيقولوا انت هتعملي دايت لمده معينه ولو خلاص فشلتي او لو في حاجه ما ظبطتش. ده فين ده جميل ده. اما هو عامه هم لا بجد نادرا على فكره لان الشخص اللي من العيله كان اتقال له كده بس، فاللي هو طب انت هتعملي دايت لمده معينه وبعد كده يعني هنشوف. هو انت بتبقي رايحه له وانت عامله دايت عمرك كله، ما اكيد هي الفكره انك تعمليه صح. تمام. الفكره ان احنا هنطلع بيها النهارده انك تعملي اللي لايق على بسنت مش اللي هيتفرض على بسنت. هو ده انا بقول لك معجبه بشخصيتك جدا لانك قررتي ان انا هعمل اللي ريحني وهعمله في حدود اللائق على صحتي ولائق على دماغي وعقليتي الجديده. فدي حاجه كويسه جدا. طيب البوليرز قلتي انك لما حد بيضايقك ساعات بتعملي كولد شولدر، ساعات بتواجهي عن طريق الفيديوز، ساعات بتعملي قصه انك بتبعتي له برايفت ودي شجاعه منك فظيعه ان انت عايزه ايه بقى دي. لو انا هو... بصي بتتعاملي مع شخص بجد صغير، اي دونت ثينك ان في حد يعني نادرا اول ما تلاقي حد كبير متعلم هيدخل يقرر ان هو يقول الكلام اللي بيتقال، بس انت بتتعاملي مع يا اما عيل يا اما شخص مش ايديوكيتد تماما. طيب افضل وقت في حياتك كلها كان الافضل بالنسبه لك، كنت سعيده؟ يعني في اوقات كتير عدت عليا كنت كويسه يعني، بس مرحله والله في مرحله كده وصلت لها كانت في 2018 كانت حلوه قوي لان انا كنت بمر بحاجه وبعدين صدقت في نفسي ان انا هبتدي اعديها وعديتها بطريقه سموث قوي وكل حاجه حلوه. والمرحله اللي انا فيها دي دلوقتي على فكره انا بالنسبه لي يعني انا راضيه بيها. طب وزنك في 2018 لا كنت خسيت قوي، ما ده كان وقت البيونسي دايت. هو الوقت اللي هو اللحظي بتاعت الاسبوعين دول كنت حاسه ان ايه ده انا حققته وخسيت. ودلوقتي وزنك؟ دلوقتي انا راضي على فكره، حتى لو انا بتخن بس انا بالنسبه لي من جوايا ليه انا من جوايا انا صدقت ان انا عادي يعني. الخساسان والتخن والحاجات دي حاجه بالنسبه لي انا اللي متحكمه فيها، فانا بجد لو انا قررت ان انا عايزه امشي على اللايف ستايل واخس تمام هعملها، بس انا مش عايزه يعني عايزه في الاول اعود نفسي ان انا طب اتعافى الاول من اضطراب الاكل بس اللي عندي بعد كده اشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان انا ممكن لما اتعافى اصلا اخس. يعني انت ساعتها كان وزنك تقريبا 72 وكنت راضيه ومبسوطه؟ حاجه و70 ودلوقتي وزنك تقريبا 100 ودلوقتي راضيه ما شاء الله ومبسوطه. يبقى الموضوع مش لازم يرتبط بالوزن. لا مش بيرتبط بالمش مش لازم ترتبط بالوزن. اسوأ وقت مرحله مريتي بيها في حياتك هي 2019 قبل التكميم بالظبط. This is why انا كنت عشان كده لما كنت فورست الموضوع ما خدش معايا ثواني. كنت بقى رجعت بقى كله، وكنت بقى يعني برضو في حاله نفسيه مش كويسه، وكنت بقى لسه متخرجه من الجامعه. فحسيت اللي هو يعني لما اتقال لي يعني كلمتين من هنا على ما خدتش وقت يعني. طيب نقطه ضعفك في الاكل بمعنى حاجه لو قدامك ما تقدريش تقاوميها؟ الجمبري. وتقدري عليها بعد التكميم؟ بكميات بقى؟ لا كميات بقى مش الكيلو بقى مش نفس الكيلو. طيب ونقطه ضعفك في الحياه؟ امي ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك. طيب اكلك امبارح ال 24 ساعه بتوع امبارح اكلت فيهم ايه؟ ايه ده يا لهوي مش فاكره طبعا. لا ركزي. انا امبارح عملت ايه؟ لا مهم قوي السؤال ده. 24 اور يكون ما انا مش فاكره امبارح عملت ايه. نبدا بالعشاء هقول لك. انا امبارح على فكره اتعزمت بره فين عشان تشيل الاكل التركي ده انت عارفه. ايوه عارفه الاكل التركي. بالليل ولا كان الغدا؟ لا الغدا. بس طبعا كملنا بالليل يعني احنا بناخد الاكل. ايوه يعني كان الغدا تركي لحمه بقى وفراخ وطواجن وحاجات كده كله. وكلتي كميه ولا برضو لا هي الكميه بتاعتي مالهاش علاقه كل. طيب وخدتي معاكي من الاكل؟ وقعدت نقنق نقنقتي بالليل. انا بقول لك طيب وفطرتي قبلها؟ لا ما فطرتيش ولا خدتي اي سناك؟ لا باخد بس بشرب نسكافيه. نسكافيه على معده فاضي؟ يعني تقومي الصبح تشربي نسكافيه سد نفسك خلاص روحتي الغدا؟ انا اوريدي نفسي بتبقى مسدوده وانتي صاحيه من النوم. واخبار الميه ايه وشربها ده بعد التكميم ولا ده طول عمرك؟ هو طول عمري بس بعد التكميم اكتر سائت. سائت قوي يعني. تشربيش ميه خالص تقريبا؟ بجد. وبتروحي تعملي فيشل؟ بروح اعمل فيشل.
في شويه بس اروح اعمل. طيب يعني انا من الصبح بالليل خلال 24 ساعه ما اخدتش غير وجبه الغداء اللي كملتها بنقنقه. اه بالظبط. ما انا ما هي في الاخر شيبسي الساعه 2 بالليل. انت سهيره؟ صحيه كنت صحيه ما نمت. سهيره بس لا بس عشان رمضان بقى كل سنه طيب. وانت طيبه ما خلص. لا ما احنا بناخد وقت عقبال ما نظبط نومنا. يعني انت دلوقتي لما بتسهري بالليل انت عايزه تنقنقي. اه قاعدة بقى بتفرج على مسلسلات وبتاع غصب عنك. أوه. حتى لو انا مش عايزة. تاكلي ما تشربيش؟ لا لا مش بشرب. ومين اللي جاب لك الشيبسي؟ اه ماما. ماما؟ لا بجد مش بكدب ماما. طيب هقول لك ليه. لان في شيبسي انا اللي عرفتها عليه عجبها بقت بتروح تجيب بالكراتين بالكرتونة. طيب ماما دي اللي هي وانت صغيرة كانت بتعمل المستحيل علشان انت تحافظي على صحتك ووزنك. بصراحه هي مش هي بابا. باباكي اللي كان أوه. مركز. أوه. طيب ماما بقى عشان سمعت كده في الفاصل أوه. ان ماما احنا عندنا باتس في البيت عندنا أوه. حيوانات اليفه. ايه عندك ايه؟ قطتين وكلب. ازاي قطتين وكلب؟ قطتين جم. انا ما بفهمش القطتين لوحدهم. خليهم كلب قطه. ما هو كلهم ادوبشن. قطه جت اختي جابتها وخلي لما خلفت سيبنا ابنها فبقوا يا فندم كابل. ازاي قاعده الكلاب والقطط في نفس المكان؟ ما هو لا انا ما بفهمش. قافلين قسمينهم هم في آه. البارتيشن اللي جوه وانا وتوميه قاعدين على ما بيحتكوش بره. لا لو احتكوا هيبهدلوا آه. بعض. توميه ده الكلب. طيب سمعت منك في الفاصل كده ان ماما بتهتم جدا 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 باكل آه. الباتس دول يعني طول الوقت بتاكلهم. هو بالنسبه لها اي حد بيبص لها يبقى جعان هاكلك. والله العظيم. فحتى الدكتور ابتدى يتخانق معايا يقول لها انت دكتور البيتري اه بيقول لها بتاكلهم اربع مرات ازاي. طب يعني القصه هنا مش في اكل الكلاب والقطط. لا نتكلم في مدرسه مامتك. ماما دي ماما. اسمها ايه تعرفي بقى تسمعي عن المدرسه النسويه؟ ايه ده المدرسه النسويه دي؟ الستات اللي بتظهر حبها عن طريق الاكل. اه دي مام اه يعني اللي هي بتحبك فتاكلك وتغذيكي وتديكي طول الوقت طول الوقت. ايه ده انت؟ لا بس ماما مش بتاكلني. ماما بتخليني اعمل اللي انا عايزاه. يا فندم دي راحت جابت كرتونه الشيبسي. لا بس مش ليا. ايوه يعني مش الفليفر اللي انا بحبه. ايوه بس عشان هي, هي بتحبه. ايوه بس هي دماغها انه الاكل ده حاجه مهمه. بس على فكره ماما مش بتطبخ عشان كده بقول لك ان دي مش ماما. لان هي ما بتطبخش خالص. اللي كان بيطبخ بابا وبعدها هي ما بتطبخش فبالنسبه لنا احنا بنجيب الاكل من بره. تمام او بطبخ انا بقى. واخبار وزن القطط والكلاب عندك ايه؟ انا رحت دبي رجعت لقيت 183 كيلو ما اعرفش ليه. طب ما حرام عشان يعرفوا يتحركوا. ما هو ما حرام قولي لها حرام. انا عامه حرام يا فندم. طب انا عامه توميه انا ماشيه دايت ولا ايه مظبوط معاه. هو المفروض ككلب ياكل وجبه واحده هي بتاكله اكتر من او بتسناكس بقى لان هي برضو ما تقدرش مثلا لما تقعد تاكل بيقوم نطط عليها. سلمي لي عليها. طيب ماشي. طيب قلنا نومك مش متلخبط انت بس عشان رمضان لكن انت العادي بتاعك نومك كويس. لا بقى بنام. طيب عندك اي نوع من انواع اعراض الجهاز الهضمي؟ كان عندي جرثومه. جرثومه معد؟ في اي بقى اعراض ليها؟ انتفاخات مش عارف الكلام اللي هو بيبقى معايا وكان انتفاخات وكان كان في شويه وجع. يعني نقدر نقول بس انت عندها قولون عصبي؟ صح كده؟ يعني بطنك ممكن تقلب او تتنفخ او كذا مع الستريس. وعندي حساسيه من لاكتوز برضه. وعندك حساسيه لاكتوز؟ معنى كده انك ممتنع عن منتجات الالبان ولا لاكتوز فري بقى؟ يعني لبن لاكتوز بس بتاخدي منتجات الالبان في الاكل عادي اللي هو يعني لو معمول مثلا بلبن لو في جبن لو في كذا. ما باكلش جبن قوي ان جنرال. انا اوريدي ما فيش بيني وبينها. طيب يعني في قولون عصبي. طيب ماشي. عندك ادمان لاكل معين؟ انت قلتي انت سويت توث سكر او كذا. يعني انت شايفه انه بيحسسك بايه لما بتاخديه؟ ريزيستنس دلوقتي مش قادره اقول لك بيحسسني بايه بس هي بمعنى. حاجه انا بحبها مش حاجه بتبسطني مثلا حاجه انا بحبها. اما بتاخديها بترتاحي يعني زي الادمان كده؟ نفسي فيها ممكن على فكره لان انا برضو الكميه اللي باخدها مش كميه عاديه يعني. تمام. طيب بتعملي اي رياضه دلوقتي؟ ايه بقى بتعملي اللي هو الاي ام اس الكيك بوكسنج؟ حلو قوي. بس انا شفتك كنتي في دبي بتعملي. ما هو ده اما جيتي هنا كملتي؟ لا ما هو عشان انا راجعه تاني فانا لو بدات هنا ابتدي في حته تانية من اول وجديد. فانت عامله بوز عامله للرياضه لحد ما ترجعي دبي. وبعدين رمضان ايه ما نعمل رياضه. يعني انت الرياضه بتاعتك وبننزل. رياضتك موسميه؟ مش موسميه. انا مش مستقره. ما كنتش مستقره. ماشي ما انا بفهم. انا بسال. ماشي وانا بقول لك. يعني مش يعني على حسب ظروف بالظبط. انا لو استقريت عادي هكمل.
طيب ايه من وجهه نظر بسنت اكتر حاجات لو غيرتها هتوصل لهدفها بقى في الصحه في الوزن وتفر بقى؟ هي انا بالنسبه لي انا الحاجات اللي هي نقصاني في حياتي ان انا ابتدي احب الاكل الطبيعي اللي بتعمل في البيت اللي فيه شويه اخضر, وان انا احرك جسمي شويه عشان بعد ما سبت الرياضه الموضوع فرق خالص. تنتظمي يعني؟ بالظبط صح كده. دول اكتر حاجه يعني اخليه يعني زي ما بصحى عادي اعمل حاجات في يومي اخليه زي الروتين الطبيعي يعني. حلو قوي. وده صعب؟ لا مش صعب. انت اللي قلتي سهل. لا يعني مش صعب خالص. طب ليه مش بنعمله من وجهه نظرك يعني؟ من وجهه نظري ما كنتش يعني ما كنتش educated مثلا يعني ما كنتش عارفه قوي يعني ما كانش في حد بيوجهني, ما كنت فاهمه في مفاهيم كتير قوي كنت واخدها بطريقه غلط. كنت فاكره ان انا حته ان انت برضو حاطه ديدلاين لحاجه مخلياكي برضو ما اعرفش بحسها مش محمسه شويه يعني. طيب من وجهه نظرك مين اللي محتاج يغير وزنه سواء ينزل وزنه او يزوده من وجهه نظر بسنتي دينار؟ اللي عايز. اللي عايز يعني حتى لو مش عايز بس ده مأثر على صحته؟ لا مثلاً. لو مأثر على صحته اكيد لازم يعمل كده. انا بس عشان في ناس بتبقى وزنها زايد بس صحتها كويسه تمام, فانا ده بالنسبه لي ما هو ده بيبقى ميتابوليك هيلثي اوبيز يعني واحد ممكن يكون صحته كويسه بس واقف على حفا حفره تمام. يعني في اي وقت صحته مش هتبقى كويسه. هل احنا من حقنا بقى ننصحه ونقول له يا ابني وصحتك ولازم تغير وزنك, ولا انت شايف ان ده مش من حقنا؟ بصي بصراحه موضوع النصيحه دي بجد to be honest يعني لازم تيجي من ناس معينه قوي يعني. مفيش حاجه اسمها ان حد يقول لي يعني لان اولا النصيحه الطريقه يعني فكك من الكلام, هي اولا الطريقه. ثانيا مش هعرف اتقبلها من اي حد حرفيا, وده كلنا كده. فحته ان انا اروح من نفسي انصح حد قريبه مني وابعيد عنه بطريقه معينه, لازم تعرفي هو فعلا هيتقبلها ولا لا. تمام. هو في الوقت ده هو بيمر بحاجة, هيعرف يسمعك ولا لا؟ يبقى الفكرة مين اللي بينصح والطريقة ايه؟ والطريقة. طيب شوية اسئلة على الماشي. يعني ايه body mass index او BMI؟ افسرها لك ولا بتتعمل ازاي؟ انت بقالك من اول مواعيدي. انا اللي اعرفه ان هي ميزان بيقيس كل حاجة في جسمك, الكتلة بتاعت كل حاجة. ماشي. يعني ايه BMR basal metabolic rate؟ لا ما اعرفش هو في ايه وانا لازم اعرف الحاجات دي ليه. مش بتحاولي تخسي وتظبطي؟ لا بس ما انا بقول لك لا مش لدرجه دي حاجات اساسيه. لا مش لدرجه ان انا اعرفها, ما عشان انا بقى لو عرفتها مش هخس, ما ده اللي كان بيحصل لي. طب يعني ايه كالوريز؟ كالوري سعر حراري. ما يعني سعر حراري يعني اي ثينك ان دي حاجه لازم لو عديتها هتخن ولو ما عديتهاش. طب يا دكتور انا مش بركز في الحاجات دي. يعني ايه يو دايتنج؟ يو لا لا ازاي؟ لا يعني ايه يو دايت؟ اكسبرس ما اعرف. انا عارفه اليويو بس مش عارفه. طيب انت شايفه انه القصه تنتهي في ايت لس موف مور, انك تاكلي اقل وتتحركي, هو ده النهايه يعني؟ هي دي خلاصه انك تخسي ازاي؟ لا كلي اقل وامشي اتحركي. ماشي بس ولا الموضوع مش عارفه. انا حاسه ان في ناس زي اللي بيعملوا اللي هي الجيمز والحاجات دي اللي بياكلوا كتير قوي. لا لو انا عايزه اخس النهايه او الحل على حسب جسمك. مش عارفه على حسب يعني في ناس بياكلوا اقل وبيزيدوا. على فكره انا باكل قليل. في ايه بتاكلي قليل؟ على حسب نوع الاكل وعلى حسب مش ايت لس خالص, على حسب نوع الاكل وعلى حسب جسمك. طيب لو قلت لك هنقطع اكل وشرب لمده اسبوع عشان تخسي من خلال هذا البودكاست, هنشرب ميه بس دايت الميه يعني توافقي اصلا؟ لا مش هوافق. مش طب لو قلت لك هنقعد اسبوع كامل ناخد تمر ولبن فقط وتشربي ميه بس عشان تخسي؟ طب ما هو انت كده هتحطيني في يعني هتوتريني عامه. على فكره مش بعرف اكمل الحاجات دي. طب لو قلت لك هنمنع, بما انك انت بقى عامله تكميم الانيمال بروتين او البروتينات الحيوانيه بالنسبه لك صعبه, هناكل فيجيتابلز بس او هناكل نبات فقط وبروتين لا. نباتي فقط, تبقي فيجيتيريان؟ لا عشان تخسي. انا نفسيا مش هعرف اتقبل حاجه علشان حاجه. طب ما ليه عشان اخس؟ طب ما اخليها علشان انا كويس. طب خدي دي, لو قلت لك هنعيش اسبوع على ميه بكركم وليمون وفي اخر الاسبوع هدخل لك شوربه عظم عشان تخسي؟ لا بحب ده, انا بحب ده. فانت انسي عايزه اتخن. يعني طب لو انا قلت لك ان انا عايزاكي تاكلي كل حاجه انت حباها من جوه او من بره بس تحطيها في طبق واحد ما يكونش هرمي, ماشي, وتكرري الوجبه دي على الاقل 3 مرات في اليوم, ماشي, عشان تخسي, هتصدقيني؟ صدقك. وانت بتاكلي من الريستورانت وبتاكلي من البيت؟ ايوه هصدقك عشان انا اكشلي كنت بعمل كده فعلا. هتصدقيني وتجربي يعني؟
ايوه انت اللي قلت لي كده على فكره، مش انت، حد من التيم عندك قال لي كده. طب انا هسالك 10 اسئله، الاسئله دي هتقول لنا اذا كان عندك اضطرابات طعام ولا لا. ماشي خلاص. السؤال الاول، لما بتملي بطنك جدا بالاكل بتعملي اي حاجه عشان تتخلصي من الاكل؟ ساعات ممكن نعمل ايه؟ بدخل ارجع فورس، يعني انت بتعملي لنفسك. طيب بتفقدي السيطره ساعات على كميه الاكل؟ يعني طبعا كميه يعني ممكن. طب ايه اللي يوقفك؟ لو حاجه ان انا يعني هقول لك، انا ساعات لما ببقى قاعده باكل وبتفرج على تلفزيون او حاجه بنسى بقى اللي بيوقفني، ان انا ببتدي احس بطني بتوجعني، في حاجه غلط، حاسه ان انا مش قادره اخد نفس. طيب هل في خلال الثلاث شهور الاخيره خسيتي رقم محترم يعني من 6 ل 10 كيلو؟ لا لا لا. طيب مهما خسيتي والناس بتقول لك انت خاسه، بتفضلي شايفه نفسك زايده؟ لا يعني. طيب هل الاكل بيسيطر على حياتك، بمعنى ان هو الدوميننت، يعني انت هو ده مشكله حياتك، او هو ده اللي مش بتعرفي، الحاجه الوحيده اللي ما بتعرفيش تتحكمي فيها؟ حاسه ان هو زمان كان لكن دلوقتي مع ابتديت ان انا احسن حاجات معينه كان دلوقتي عادي. لا. طيب مبسوطه من اكلك حاليا كميه ونوع؟ لا. طيب وزنك بيأثر على تقديرك لذاتك؟ لا. طيب حد من اهلك بيعاني من اضطرابات طعام او شهيه؟ متشخص؟ لا. طيب بتاكلي في السر حاليا؟ دلوقتي لا، اما هو الشخص اللي كان بيمنعني مش موجود، فمش مش مستاهل. طيب قبل كده عانيتي من اي اضطرابات شهيه؟ بمعنى يعني اتشخصتي عندك لا مثلا بوليميا؟ لا 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 ما فيش تشخيص من سايكايتريست. طيب احنا مجمل الـ من 10 انت تقريبا 3، فالاجابه انك ما عندكيش اضطرابات شهيه. اخر حاجه بقى، الكلام بتاع المتابعين بتوع حضرتك كل الناس بقى كاتبين ان هم بيموتوا فيكي، وان انت حلوه زي ما انت، وانك انت عشان بس تعرفي الواي اللي انت ماشيه عليه على السوشيال ميديا، ان الستات اللي بالهبل اللي بعتولي كلهم بيتكلموا في حته الثقه، انك انت ثقتك في نفسك والمسج او الكلام اللي انت بتصدرين للناس يعني موصل لهم انه ايه ده احنا ممكن نثق في نفسنا. النهارده انا اتكلمت معاكي في الكارير شيفت، اتكلمت معاكي في حته انك اتحسنتي ونضجتي واتطورتي، فهي دي الرساله بتاعتك ثرو السوشيال ميديا على فكره، وركزي فيها لانه ده مؤثر جدا في الناس. نصيحتي بقى ليكي انك انت زي ما انت قلتي تعتادي على لايف ستايل، انت واصله لمرحله خلاص ان انت لطيفة جدا في حتة ان انا مش مهممني وزن وهو الى اخره، الحمد لله احنا وصلنا للنقطة دي. اعتادي على الحركة، اعتادي على انك تاكلي، لانه مرضى التكميم بعد التكميم مشكلتهم الكبيرة ان هم ما بياكلوش على فكرة، عشان كده بيتخنوا، لانه لما بناكلش وقت طويل جسمي بيحس ان هو في يعني سيرفايفل مود، انا مش هقدر احرق وهو الى اخره، فبيخزن اي حاجة بكده. فاضل اخر حاجة بقى انك تسأليني انت سؤال. اسألك انت سؤال؟ لو كنت قلتي ما عنديش اسئله. ايه ده؟ لا ما عنديش اسئله. فكري في سؤال ننهي بيه بقى البودكاست. مش عارف. طب قولي سؤال. طب قلتي ولا لا؟ لو عندك سؤال محضره، لو عندك سؤال فضولي اساليني، ما عندكش خلاص. والله هو لا، هو مش فضولي، بس انا عاجبني قوي ان انت بتعرفي التايم مانج قوي حياتك، بالذات انك شخص عندك اولاد تقريبا وما شاء الله عندك عيادتين وكده، ف ثلاثه الحمد لله يعني انا بحب قوي فيك انك يعني شغفك كبير، بتعملي كذا حاجه، فده السؤال الفضولي عندي، ان التايم امتى بتعرفي ازاي اتليست تقسمي وتدي كل حاجه حقها، بالذات ان انت عندك اولاد؟ مش كل حاجه بتاخد حقها 100%، ده اساسي. في حاجات بتيجي على حاجات. حاجتين بنجحيني في موضوع التايم مانجمنت، النوتة بتاعتي الصغننة دي بتاعت كل يوم بالليل لازم اكتب انا مفروض عليا ايه بكرة وبعده وبعده وبعده، ويوميها بالليل اشوف انا خلصت ايه النهاردة وابتدي ان انا احطه لتاني يوم، ولازم بقسم الورقة لوقت لحاجة عائلية، حاجة للشغل، أيوة. حاجة ليا لنفسي وكذا. تاني حاجة الديليجيشن بقى، أيوة. حتة بقى حسن، بفضل الله ده سكيل عندي، حسن اختيار الناس اللي بيشتغلوا معي، ان كل واحده ليها دور وانا بعتمد عليها في الدور خلاص، انا ما براجعش وراها، ويوم ما براجع ده اللي بيبقى التوتر بقى، انه هي مثلا ممكن تكون دورها ما قامتش بيه على الوجه اللي انا عايزاه، فانا ما بعملش كده الا كل فين وفين ديليجيشن، او ان انا اشوف شخص ينفع اعتمد عليه في تاسك معينه. عشان كده بفضل الله انا الناس اللي بيشتغلوا معايا كتير، كل حد ليه دور وفاهم دوره كويس قوي، بيعمله كويس قوي، عشان كده التايم مانجمنت. على المستوى الشخصي بقى، يعني ربنا الحمد لله بفضل الله مظبط لي زوج متفاهم،
هو يعني اللي هو عارفه الازواج اللي روحي اعملي ليه انزلي انزلي من على كتفي يعني لان هو شخصيته هاديه ورزين كده فبالنسبه له انا مهايبره فاللي هو خلصي شحنتك بره وتعالي بقى شخص هادي يعني بس فهي الديليجيشن النوته ورزق بقى الناس اللي حواليكي. انا انبسطت قوي النهارده وانا كمان ومبسوطه ان انت من خلال البودكاست وصلتي كذا رساله للناس. استمري استمري والحياه مش مستاهله انك تعملي حاجه انت مش عايزاها. استمري واعتادي. انت محتاجه مع اللايف كوتش بتاعتك تشتغلي على الاعتياد على حاجات انت ما بتعمليهاش دلوقتي. لو عملتيها هتخسسك. خلاص اشوفك على خير ان شاء الله. وشكرا جزيلا يا بسنت انك نورتيني. بحب انا بحبك قوي.